نفكر حضراتكم بعد قليل هيكون مع حضراتكم هيعقد مؤتمر صحفيا طبعا لتقديم البرازيلي ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الاولمبي، وهنكون معاكم على الهواء لحظه بلحظه لتغطيه وقائع المؤتمر الصحفي. كان اتحاد الكوره اعلن منذ ايام تولي ميكالي تدريب المنتخب الاولمبي لمده موسمين حتى اولمبياد باريس 2024. خلينا كده نستعرض سويا مع حضراتكم سريعا ابرز المعلومات عن السيره الذاتيه الخاصه لميكالي المدير الفني الجديد لمنتخبنا الاولمبي. المدير الفني الجديد لمنتخبنا الاولمبي مواليد 28 مارس عام 1969، كمان مسيرته التدريبيه بدات عام 1999 بتوليه مهام التدريب بفريق الشباب بنادي بورتريجوز البرازيلي في الفترتين من 2009 حتى 2010 ومن 2011 حتى 2015، وتولى تدريب فريق الشباب بنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وتولى أيضا تدريب منتخب الشباب البرازيلي تحت 20 عام. حصد معهم معنا الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأمريكية 2015، فاز بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مع المنتخب البرازيلي للأولمبياد في الفترة من 2017 ل 2020، واتمنى ده يحصل مع منتخبنا إن شاء الله الأولمبياد، وهي النقطة اللي بتبقى أبرز في تاريخ المنتخبات الأولمبية. تولى كمان ميكالي تدريب أربع فرق برازيلية أتلتيكو مينيرو وبارانا وفيجو رينسي، ثم الفريق الشباب بنادي كروزيرو طبعا في فبراير 2021. خاض ميكالي أولى تجاربه التدريبية خارج البرازيل عندما تولى مهمة تدريب فريق الهلال السعودي في أكتوبر 2021. تم تعيين ميكالي مديرا فنيا لفريق الزفرة الإماراتي. كمان خلينا أقول لكم الجهاز المعاون اللي هيبقى مع المدير الفني بيضم 2 مدربين مصريين، ولسه الكلام يعني مش أكيد، ولكن الترشيحات القوية ما بين مدرب حراس مرمى ومدرب هيبقى أيضا عصام الحضري وتشيتو زول أقرب لتولي المهم. تيجي كونيا مديرا مساعدا مدرب مساعد، وليوناردو فاجوندس مخطط أحمال، وجوا بيدرو محلل للأداء، وده الجهاز المعاون اللي هيبقى مع ميكالي.